هجماته التي تضاعفت وزادت وهددت مرمى الشط مرارا، إلى أن تمكن المهاجم البرازيلي دوس سانتوس عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من تعديل النتيجة ليكتمل الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين. من فرصة ضاعت اليوم في المباراة. وفي الشوط الثاني تواصل التعادل الإيجابي بهدف لهدف بين الفريقين لأكثر من نصف ساعة، شهدت محاولات جادة لفريق الشط للعودة إلى المباراة واستعادة توازنه من جديد، لكن فريق النصر تمكن من التقدم بهدف جاء على إثر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب خالد حسين، غير أن فريق الشط نجح في الرد سريعا إثر كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء حاولها المدافع أحمد الشيخي عن طريق الخطأ في مرماه، مسجلا هدف التعادل الثاني للشط لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين، وهي النتيجة التي منحت تأشيرة المرور والتأهل لفريق النصر ليكون أول المتأهلين للمربع الذهبي في انتظار المنافس القادم المتأهل في مباراة الإياب بين فريقي الأهلي بطرابلس والأخضر.